كوني مثقفة وقرأ الكتب والمجلات، وبيني وبينك البنات يحبوا الروايات كتري منهم. راني جايبة هذا الفيديو باه نشارك في مسابقة أسبوع المرأة العربية من موقع بودكاست عربي. أنا جديدة في مجال يوتيوب، حبيت نشارك هذا الموضوع الأكثر من رائع. بسم الله نبدأ. لا 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 لا، جمال ظاهري سواء كان طبيعي ولا اصطناعي هو ماشي كل شخصيته، وإنما الجمال هو ذاك الكائن الصغير اللي في أعماقك وتحاول تخرجيه للعالم وتثبتي روحك قدام كاع الناس. وباه تخرجي هذاك الكائن الصغير لازم تكوني واثقة من نفسك، وهذا الشيء ماشي صعيب، ولازم تكوني إيجابية وتخلي الناس السلبيين ديما بعاد عليك، وما تخليش قلبك يتحكم في عقلك، وهذا الشيء يسحق شوية صبر. لازم ترسمي جدول أهدافك ومهامك من المهام الصغيرة إلى المهام الكبيرة، وهذه الطريقة عجبتني بزاف بزاف، شفتها في لاباج فيسبوك نتاع الأستاذ يوسف مؤسس موقع بودكاست عربية. وكاين حاجة أخرى مهمة، وهي تحديد نقاط الضعف ديالك، تحاولي تحسنيها وتستعمليها بذكاء، وفي نفس الوقت لازم تحوسي على نقاط القوة ديالك، خاطرش غادي تعاونك وتعطيك طاقة إيجابية. تهلاي في روحك ولبسي ملابس تعكس شخصيتك. أنا ما نصحكش بالمكياج، وحاولي تكوني جميلة الأخلاق. كوني مثقفة وقرأي الكتب والمجلات، وبيني وبينك البنات يحبوا الروايات كتري منهم. السلام عليكم، معكم أميمة من قناة أسرتي. مارسي هوايتك مهما هاد الشي في الأغلب الأحيان، تقتل له العادات والتقاليد اللي تقول البنات الكوزينة ولا البنت ما لازمش تطلع وجهها في اليوتيوب وبلا بلا بلا بلا، وانتي لازم تتحدي هاد الأعراف وتقولي البنت هي كل شي. سمعي بزاف وتكلمي شوي، وهذا ما يمنعش باش تشاركي أفكارك مع الآخرين. قبل ما تشجعي نفسك شجعي غيرك، وهكا تكسبي ناس جدد يشجعوك بنفس الطريقة اللي شجعتيهم بيها. هذه المسابقة لازم كاع بنات حومتي يشاركوا فيها، وأنا غادي نعاونك. تأملي، خطرش التأمل طريق مستقيم ورائع للوصول لوجهتك واللي هي حلمك، وما تخليش العادات والتقاليد تكون عائق في طريقك. وأغلب أحلام البنات في هذا الوقت هي تفتح قناة على اليوتيوب، وهذا الشيء سهل. ما عليك تقنعي والديك بطريقة مهذبة، وموقع بودكاست عربية يعاونك، ودرك تقولي بسم الله وحقق حلمك. هاد الكلام ماشي غير لك انت يا اختيتو، هاد الكلام حتى لك انت يا خو. بصراحة بابا منعني نكمل مشواري في مجال اليوتيوب، وهذا الشيء اللي خلاني نشارك بهذا الموضوع باه نبرهن له اني نقدر نوصل لبعيد في هذا المجال. ان شاء الله يا ربي يحقق لي حلمي. وفي الاخر نشكر بودكاست عربية على هذه المسابقة القيمة، ونتمناها تعاود كل عام، وما ننساش نشكر الناس اللي عاونوني باش نجح هذا الفيديو. وباي.